أبصر مهرجان كان السينمائي النور في 20 سبتمبر من العام 1946 في أول قصر للمهرجانات شيد خصيصاً لهذه المناسبة. وبات المهرجان منذ ذلك الحين حدثاً دولياً سنوياً باستثناء العامين 1948 و 1950، وقد أطلق بالأساس لمنافسة مهرجان البندقية السينمائي. وما لبث أن أصبح مهرجان كان حدثاً رفيع المستوى بفضل توافد نجوم الشاشة الكبيرة من أقطاب العالم وأعداد الصحفيين الذي من فك يتنامى. وشيد قصر جديد للمهرجانات عام 1979 ليواكب مهرجاناً اكتسب نجاحاً متزايداً مع مر السنين. ويقع القصر العصري الذي يطلق عليه اسم The Bunker والمؤلف من 6 طوابق على الواجهة البحرية، وقد افتتح عام 1982 وتم توسيعه عام 1999. وقصر المهرجانات هو قلب الحدث الذي يدوم 12 يوماً، فيجتاز النجوم 24 درجة يطلق عليها اسم درجات المجد، ويتوقفون على السجادة الحمراء أمام أضواء عدسات مئات المصورين الحاضرين والقنوات التلفزيونية. من ثم يتوجه النجوم إلى قاعة الويلوميير الضخمة المجهزة ب2300 مقعد، ففي هذه الصالة يجري حفل افتتاح المهرجان وختامه. وفي هذه الصالة أيضاً تمنح الصعفة الذهبية إلى أفضل مخرج في المنافسة الرسمية.